إلى الأخبار العربية والدولية، نبدأها من حادث باريس الإرهابية، حيث قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالت إن بلاده ستتحرك في كل مكان لضرب الإرهاب، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لهجمات أخرى لضرب فرنسا وأوروبا. وأضاف فالت في مؤتمر صحفي أن فرنسا كانت على علم بوجود تهديدات في ظل منع المخابرات الفرنسية وقوع عدة هجمات منذ فصل الصيف، وأن هجمات باريس نظمت ودبرت وخطط لها من سوريا. كانت وزارة الدفاع الفرنسية قد أكدت أن فرنسا شنت غارات مكثفة على مواقع لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية، استهدفت مركزا للقيادة والسيطرة ومركزا لتجنيد المقاتلين وأحد مخازن الذخيرة.